دشنت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة خدمات إلكترونية وذكية جديدة ضمن الباقة التي تقدمها الدائرة في إطار تطوير العمل والارتقاء بالأداء ضمن تطبيقها على الهواتف الذكية من منطلق استراتيجيتها في تحسين وتطوير خدماتها للتسهيل والسرعة في الإنجاز. انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية لدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة في تبسيط وتسهيل حصول المتعامل على الخدمات، تأتي حزمة البرامج المتطورة والمتكاملة لتقدم أفضل الخدمات للمتعاملين بطرق أكثر احترافية وتطوراً. الخدمة الأولى خدمة بيان التخطيط العمراني، الخدمة هذه تعني بالاستشاري والمقاولين وأيضاً للمواطنين، حيث أن العميل بأربع خطوات بسيطة بإمكانه أن يحصل على البيان. الخدمة الأخرى هي خدمة حجز المواعيد واختيار الوقت المناسب له. الثالثة خدمة تركيب وترقيم العقار، وهي بالتكامل مع بلدية مدينة الشارقة. الآن بإمكان العميل أيضا التقديم عليه من خلال الهاتف وبخطوات بسيطة جدا، وبإمكانه دفع الرسوم من خلال الهاتف. كما وتم إدخال مؤشر السعادة في خدمات الدائرة الذكية، بحيث يستطيع المتعامل إعطاء انطباعاته بكل شفافية عن مستوى سعادته عن الخدمات المقدمة، وبالتالي مساعدة فريق العمل في تحسين وتطوير الأداء لإرضاء المتعاملين. بهدف إشراك العميل أيضا في الخدمات اللي موجودة ومدى رضاه عن الخدمات المقدمة، وذلك بهدف التحسين والتطوير أيضا. قبل نتذكر يعني لما واحد يجدد الخارطة مثلا ياخذ مثلا 15 يوم أو شهر تقريبا، بس حاليا الحين ممكن أنا أجلس أقدم المعامل 5 دقائق ومخلص مروح يعني، فهذا شيء جيد يعني. أشكر دائرة التخطيط والمساحة على الخدمات اللي يقدمونها في السرعة، والسرعة المطلوبة صراحة في إصدار الخرائط، في تثبيت علائم، في كل اللي نحن نحتاجه صراحة. أنا أتكلم عن أمور حكومية يعني، ما مقصرين صراحة. دائرة التخطيط والمساحة وضمن خطتها في تحويل خدماتها إلكترونيا كاملا، تعمل برفقة شركائها في تحسين خدمات الدائرة باستخدام أحدث التقنيات، حيث سيتم الإعلان عن حزمة خدمات متميزة وفريدة وتدشينها في معرض جايتكس دبي 2016. هناك العديد من المشاريع والخدمات الذكية اللي راح تطلقها دائرة التخطيط والمساحة إن شاء الله في معرض جايتكس 2016. وطبعا دائرة التخطيط والمساحة أيضا تأخذ بآراء الجمهور وتأخذ بآراء المراجعين أيضا، وتشاركهم في عملية اختيار الخدمات واختيار المناسب منها. يذكر أن دائرة التخطيط والمساحة تدرس حاليا عددا من الإجراءات بالتعاون مع الدوائر الحكومية فيما يتمثل بمجموعة من الأنظمة والبرامج، بحيث يتم إطلاق خدمات مشتركة سيكون لها الأثر الإيجابي للمتعاملين على مستوى الدوائر الحكومية.